بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. دلوقتي دوت الباب باب الرموز او النبوات اللي هو في الكنيسه الاثريه في كنيسه العذراء في الدير السوريين. هنشرح مع بعض كده بالترتيب. هما دول ست دولف مقسمه كده لسبع مراحل تاريخيه، كل مرحله من دول بتشرح حقبه تاريخيه معينه. اول حاجه من فوق كده دوت عصر الرسل، وبيظهر فيه بالترتيب كده من الشمال لليمين قديس ديوسكوروس، القديس ماري ماركوس، وعمانوئيل، قديس مريم، وقديس ماتيوس، والقديس ساويروس. دول الست قديسين، ودوت هو عصر الرسل. الصليب اللي تحتيه صليب واحد منتشر يحيط به دوائر وهميه إشارة إلى عصر انتشار الكنيسة رغم الانتحار. الصليب اللي بعدين ست دوائر، كل منها صليب يشير إلى الست كراسي الرسولية الأولى في الكنيسة. بعد كده الصليب اللي بعدين صليب يظهر كده صليب كبير ويحيط به هلال وبعض الزخارف الإسلامية إشارة إلى عصر ظهور الإسلام. الصليب المعكوف يشير إلى عصر البدع والارتقاء، ويظهر في وسطهم صليبين مستقيمين دلالة على استمرار الإيمان المستقيم. صليب اللي بعديه كسرة الخطوط المتقطعة بين الصلبان تشير إلى كسرة الطوائف وضعف الإيمان والفتور الروحي. آخر مرحلة صليب واحد يشع نوره في كل الاتجاهات يشير لوحدة الكنيسة ومجيء السيد المسيح الدين.